شوفوا خوتي والله غير دائما نجي ندير سبور هنا تحياتي لكم وابدو ديزا دوتش حييكم فيديو خفيف ظريف باش الناس ما تفهمش غلط وتعرف الحقيقه يعني في الميدان في الواقع في الواقع واحد ما يكتب عليكم واحد ما تسمعوش كلام الناس ومنهم هراني راني في غابه المانيا كبيره كبيره وعريضه وما تخلاش كي شوفوا هذه بويته كل ويكاند كي ما نخدمش السبت ولا الحد نجي لهنايا نصلاو دقيقة راني داير ليكون على بيها اللي زلق لي التيليفون ماشي مشكل غابة هادي منا فيها بالك واحد عشرين كيلومتر ومنا بالك فيها واحد كيلومتر ومنا ما تخلاش قاع تسمى غابة رايحة ما تخلاش هنا في الصيف ولا في الربيع خلوي خلوي بزاف قاع الواحد يدير رياضة ولا يجي يشمل الهواء نقي والكالم شوفوا ما كان والو دقيقه صمت ما تسمعوا والو هادي دايرين هالبويته هذاك وتشوفوا هنا في وسط الغابه باش نبين لكم مليح شوفوا قد منها في وسط الغابه علاش دايرينها دايرين داير كراسه دايرين كراسه يقول لك هنا ممنوع دير شوا كانت واحد البلاكه نحاوها هنايا يعني كانوا يجوا الناس هنا يشويو بزاف يديروا شوايه منا ولا المهم من بعد داك داروا بلي ممنوع علاش باش الغابه يخافوا على الغابه تحرق المهم ولا واحد ما يشوي الكراسه شوفوا قد منهم هنايا في غابه غابه مهجوره وهنا زوج كراسه باش عباكم كاينين بزاف الناس شيو شيخوخه في المانيا يجيو يريحوا هنايا الاكثريه خوتي الشيوخ هنا في المانيا تلقاه تسعين سنه مازال يدير سبور يمشي في الغابه يشم الهواء قيدين داير في باش واحد يحب يروبوزي يجي يريح لهنايا وزيتانيك وزيتانيك وزيد تانيك, وزي تانيك أو ولا اون جامي تجي هنا تضرق راك هنا نقدر هاد الناس اللي يقول لك ها آه منا شوفو كيفاش دايره هذه بويته تقدر تكسر الباب تقدر تكسر الباب هنايا اي هذه ياك تشوفوا هنا طاقة هذه طاقة واش تهنيك من هاي ليك الباب هاي ليك الباب وزي ما يقول لك كاميرا زي ما هنا داير لك هذا بلاكا كاميرا هي ما كاين لي كاميرا ني والو المهم انا في غابة تريسيتي وما كاش ما كاش الخيوط تاع تريسيتي المهم تقدر تكسرها هادية تدخل هي بويتة كبيرة وتبات لداخلها ما عندكش مين تبات بصح خلونا من الجهة الناس تقول لك باللي كاين اللي ينعس في الزنقه في المانيا هادو الناس اللي يقولوا لنا اللي يقولوا باللي آه الناس تنعس في الزنقه في المانيا ولا باتوا برا انا مانيش ندافع على البلاد هاديه انا اللي ارض ربي على كل حال مانيش ندافع عليها صح الحقيقه لازم تسمعوها خوتي على بالكم باللي حاشاكم حاشاكم الكلب ما يباتش برا اقسم بالله العظيم الكلب ما يباتش برا هكذا راكم تشوفوا ها زدنا ندور لكم شوف خربه كيدخل عليك تجي تبات هنايا بصح من المحال تكون عايش في المانيا وتجي تبات هنايا من المحال هاي هي تشوفوا فيها هذه لوكس هذه هذه راهي شغل فيلا فيلا واحد ما يتوشيها ما كاينش اللي بات فيها هكذا القط وما يباتش برا انا جامي شفت قط بيت برا ولا كلب في المانيا بيت برا حاشاكم اقسم بالله عايشين الكلاب عايشين كيما العباد الحيوانات اون جينيرال هنايا عايشين كيما البشر يعني ما كاش فرق بين حيوان وانسان في هاد البلاد هنا نحكي لكم في هاد البلاد عن تجربة تاعي هكذا خوتي على بالكم شكون اللي يبات برا اللي يحب هو يبات برا يبات برا ماشي مشكل دونك انا نقدر نبات هنا انايا نقدر انايا نبات هنا في الغابه ما كاش اللي يحوس عليك هذاك الشيء تاعك هذاك الشي ديالك نتايا على بالكم اي واحد يدخل لالمانيا أه يعني أه لاجئ ولا ما عنده حتى كيما نقولوا ادريسا هاك يديروا السبور له يدخل اي واحد يدخل الاراضي الالمانيه ما يباتش برا يبات برا غير الا هو حب علاش لو كان تروح نتا تقدم اللجوء تاعك اوتوماتيك مو يعطولك مسكن يعطولك دار هذه كما نقولوا في البدايه في البدايه يعطولك ساكن انت وصحابك ولا يعني دار لاجئين باش تخبي راسك هذه شوفوا ما تقدرش تبات برا هكذا وزيتانك مين من المحال تبات برا وزيتانك يعطولك الشهريه تاعك اللي تبدا من 120 حتى ل 140 يعني ما بين 120 اورو حتى ل 140 اورو هذه في البدايه الشهرية تاعك هكذا سمعوني مليح خوتي من بعد هذيك الشهرية راح تطلع مع الوقت راح تولي لك 340 حتى 350 على حساب الحالات خوتي لازم تدخلوها في راسكم باللي في المانيا خاصة الناس اللي دخلت وخرجت وما آه لقاوش يقولوا نقولوا كل واحد وش يقول واحد يقول كاين اللي تمدلو كاين اللي ما تمدلوش هي البلاد هذه المانيا فيها قوانين صعاب ما نكذبوش القوانين تاعها تاع اللاجئين اللي يحب يسقر في المانيا عندهم قوانين صعاب لانه علاش اي واحد يدخل غير قانوني القانون تاعهم داير هكا اي واحد يدخل غير قانوني المانيا هنايا لا من محتمه عليه يروح يدير يطلب اللجوء يطلب اللجوء لأنه ما عندوش أهل هنا، ما عندوش سكن، ما عندو حتى ما عندو حتى عنوان، لازم عليه يكون عندو عنوان وتكون السلطات الألمانية مهتمة بهذا الشخص هذايا، بصح نحكي على المغرب كما نقول المغرب العربي، نورد افريقيا شمال افريقيا، احنا كيما نقولوا صعيب علينا اللجوء في ألمانيا، يعني صعيب باش تستقر في ألمانيا، علاش؟ لأنك داخل غير قانوني. والقانون يقول لك هنايا نتايا اه دخلت غير قانوني اه يعني عند بلدانكم بلدان, بلدان امنه ما عندناش حروب هكذا لو كان جات الحرب هنايا في بلادنا كي تجي هنايا اه كيما نقولوا تطلب الحمايه هكذا يعني اي دوله فيها الحرب كيما اوكرانيا كيما افغانستان هذا الوقت كيما سوريا كيما فلسطين يعطوك الاقامه تاعك علاش لأنه بلادك فيها حرب وما تقدرش تعاود تولي ليها، وهناك طالب بالحماية، بصح كي يشوفوك بلي أنت جزائري مغربي تونسي ما عندكش حرب، بلادك ما فيهاش حرب لحد الآن هما يعرفوا كلش، هنا واش القانون يقول لك بلي أنت تقدر تريح مؤقتا في ألمانيا، وهذه مؤقتا هذه كل واحد وزهرو، يعني ثلاث شهور، أربع شهور، خمس شهور، عام، عامين كل واحد وزهرو كاين تلت شهور. يعطي لك يعطي لك الطرد اوتوماتيكمون يعطي لك الطرد لانه كاين اللي يجي هنايا يجي على باله بلي اللجوء تاعو ماشي مقبول وهو ربي هو اللي سبحانه الله خوتي ربي انا تاني جيت ما عنديش بالزمن اللي جيت والناس راهي تجي والناس جات بكري ومازال زدت الناس مع الوقت تجي هكذا وواحد تعطيلو واحد ما تعطيلوش حنا كيف كيف يا اخي جزائريين جزائري تخلى هنايا في 2015 والاخر ثاني مغربي والاخر ثاني جزائري دخلوا في 2015 واحد قعد دار كوارط وتزوج وراه خدام ولا باس به الاخر عطاو له الكيتو وحاوزوه وراه مترامي في الدول الاخرى هادو ما مكاتب ربي كاين اللي يعيش في فرنسا وما تصدقلوش تلقى عشرين سنه ثلاثين سنه بلا كوارط كاين اللي يجي لالمانيا في عام ويخدم كوارط واللي بخدمته مزوجه كلش فهمتوا يعني اي حاجه يصعبها يصعبها البشر يسهلها لك ما كاتب ربي والله يا خوتي كيفاش انا جيت لهنايا يعني على طريق تجربتي تاعي انا ماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثه ماشي 100 ماشي 200 ماشي ألف ماشي ألفين كيفاش جيت هنايا وخدمت راسي تخدم راسك هذا ما كان خوتي خدم راسك النصيحه آه اللي يجي الالمانيه خوتي سمعوني مليح هذه فكره هذه نضل نعاود فيها لي الى ما انا نحكي على الحراقه مانيش نحكي على واحد اللي يجيب فيزا ومانيش عارف نحكي على الحراقه يعني اللي داخل غير قانوني هكذا هذيك تاع تل... الفيزا وتاع الاقامه هذيك حكايه واحده اخرى بالك من بعد ولا مرة الجايه نديروا عليها قضيه المهم نحكوا على الحراقه الزواوله هذاك اللي يجي في طياره لنا لا على لا علينا يسيي كيفاش كيدخل المانيا على بالكم الدوله المانيا دولة مفتوحة على كاع البلدان يعني واش حب يقول عندها الحدود ما بين تاع عندها الحدود من فرنسا الدنمارك تشيك بلا بلجيك النمسا هولندا يعني تدخل من فرنسا ولا تدخل من النمسا ولا تدخل كيما نقولوا من هولندا ولا من بلجيكا ولا المانيا جايه في قلب اوروبا يعني دايرين بها البلدان وشنغن حتى لابولون فوق. اللي يدخل المانيا المانيا دوله مفتوحه عندك 80% تدخل بدون مشاكل يعني يعني تدخل بدون حراك بدون جواز سفر بدون اي وثيقه بدون اي المهم كي تدخل في التران ولا في الطوموبيل التيكي تاع التران تاعك تخلصو تكون مخلصو ومن الاحسن تدخل يعني مع العشيه في الليل لانه راك مضمون وما كاش كونترول يعني دوله مفتوحه شنغن ناس داخله خارجه بلاكوارد يروح الفرنسا يقضي عاود يولي ما عندوش ما, ما داير حتى اللجوء لو كان داير اللجوء معليش ما ماشي دايرين اللجوء نعرفهم داخلين خارجين وشنو يعرفوا وقتاش يدخلو وقتاش يخرجوا واش مو هو الوقت المهم عندك 80% ما يحكموكش تدخل في احسن في القطار ما كاش كونترول قطار كبير يدخل ديريكت الاغلبيه هما يجي كونترول تاع هذا ما قليل بعض الحالات ومين يشكوا هكذا يكون في كونترول تاع الوثائق يعني حاله قليله قليله بزاف خاصه كي تكون داخل المانيا ما كاش كونترول من الاحسن خوتي الواحد كي يجي على بالي باللي تجي المانيا ما عندكش اهل ما عندكش والو آه ما كاش اللي يتهلا فيك محتم عليك هنايا باش دير اللجوء المهم قبل ما تخمم باش تدخل المانيا لازم تكون عندك برونش باب البلون هذا خوتي يعني تخطيط ماشي غير تدخل على ربي انا نفهمكم نوصيكم خاوتي تدخل على ربي الالمانيا ما عندك والو وانت رايح قاصد باش دير اللجوء اللجوء راح يطولوا بك اه راح كيما نقولوا راح آه ما يطولوش بك ويجيك الرفض يعني غير تدخل المانيا وتقدم اللجوء تاعك يعني في نص عام يفريوها معاك ديجا راح يعطولك الطرد لانه انت داخل غير قانوني وكذا وكذا من هي ما عندكش حق هكذا المهم واحد اللي يدخل المانيا سمعوني مليح من الاحسن ما يديرش اللجوء تاعو ما يزربش يدير اللجوء سي دبر كاش كونتاكت مع كاش واحد صاحبك ولا واحد داير اللجوء ديجا قديم آه كما كي كيما نقولوا و سي تخبى عنده ريح عنده يدي بانيك هكذا وكي تدخل في المانيا وما ديرش اللجوء لازم تديرش مشاكل فهمتوا خاوتي على بالي بلي ماشي سهله ماشي سهله صح كي لكم ماشي سهله ماشي سهله علاش لانه كي تدخل ديجا اول حاجه اول حاجه اللي تجيك صعيبه هي اللغه تاعهم اللغه الالمانيه ثاني حاجه كي تدخل المانيا وما تديرش اللجوء هنا لازم تكون عندك مصروفه لانه ما تلحقش روحك حتى تولي تسرق وكي تطيح وكي تسرق هنا تولي في قضية واحدة أخرى يقول لك كيفاش أنت دخلت الألمان حكم أنك تسرق وما درتش اللجوء تاعك راح تتخلصها غالية يعني يعطوك غرامة مالية يقدروا يعطوك 24 ساعة تخرج من البلاد هذه تولي في مشاكل <applause> شوفوا سمعوا الخبرة تاعي أنايا يعني نحكي لكم الخبر على الخبرة تاعي، على بالي باللي ماشي كاع الناس كيف كيف وماشي كيما القصة تاعي راح تسرى لواحد آخر، ممكن تسرى لواحد آخر، ممكن ما تصراش يعني كل واحد هو آه كل واحد ومكتوب مكتوب ربي. أنا كي دخلت لألمانيا دخلت من النمسا، يعني درت الطريق هذيك تاع البلقان هذيك الترك من بلغاريا، صربيا، هنغاريا، أربعة ولا خمسة دولات. من بعد دخلت للنمسا، النمسا بلا ما تحكمت ما والو، المهم. أه كي دخلت للنمسا ما حكموناش النمسا الالمانيه تانيك ما كانش خلصتي تيكي 100 اورو من فيينا لميونيخ ميونيخ تضرب فيها واحد الخمس سوايع ولا ست سوايع في القطار تدخل في الليل دخلت في الليل عادي ما تحكمت ما والو كتا المهم قبل ما ندخل المانيا ديجا انا كان عندي خيط كان عندي صاحبي اللي نروح ديريكت ليه قاصدو هو وانا هو اللي ديجا فهمني من قبل قبل ما ندخل المانيا قال لي كي تدخل ما ديرش اللجوء ما ديرش اللجوء اللجوء كي راح يطولوا بك يعني قبل ما انت يا اه بهم ديجا قبل ما هما يسقهوا بك ديجا نتا راك تسحرت بهم فهمتني لازم نتا تسبقهم كيف تسبقهم تخمام برك هذا ما كان خدام راسك كيفاش تسبقهم يعني كي تدخل لي لما تحكمش هي فيها ريسك على كل حال كي تدخل المانيا وما تتحكمش تروح قاصد صاحبك ولا يخبيك يدي بانيك وخاطيك مشاكل ومنهم لهيه انت ما تريحش في الدار بزاف كيما نقولوا ترقد خمس سوايع تكفيك يا صاحبي في الليل هذا ما كان وين هي المباتة هذا ما كان في المانيا يعني هذيك اللي واحد اللي ما يدش اللوجو هكذا من بعد انت تنافيكي وحدك مع الاول تتعلم سي كيفاش في الزنقه في الزنقه تتعلم اللغه هكذا ما تخلطش انت عندنا بزاف كيفاش تتعلم وحدك هكذا تقدر تتعلم في الانترنت في الدار يكون عندك الوقت ولا تتخالط المجتمع تماك وين نتايا البلاصه اللي راك فيها تتاقلم وتندمج معاهم تتعلم لغات تتعلم كيما نقولوا صباح الخير قلت مورغن الحوايج اللي يقضوا لك صوالحك هكذا يعني كي تدخل حانوت كي آه تتعلم الحسابات تتعلم الصرف واش يقولوا لهم فهمتوا خوتي كي تعلم هاد الحوايج بزاف من بعد هنا تبروفيتي عندك شهر شهرين ثلاثه اربعه انا ريحت نص عام خوتي نص عام ما درتش اللجوء في المانيا وما ما كاش كاع مشاكل نص عام وخدام في النوار اقسم بالله يا خوتي الحكايه تاع حكيتها لك كل حاجه قديمه داخل ألمانيا على ربي ما عندي والو نيلو جو وزيد لقيت تاوعنا جزائريين قدم بالكوارت خدموني في النوار ومخبي والسلام عليكم ونعاون صاحبي وشنو تعرف كيفاش تصير هذا ما كان المهم كي تدخل وتت كيما نقولوا تحفظ بزاف عفايس تحفظ القوالب تحفظ كيما نقولوا ليلي تاع البوست تاع تراها منها مليها بزاف عفايس تحفظهم تحفظ البلاصه راح تتعلم شويه لغه اللي تنجم تنطق روحك مع الشعب هذايا هنا يا خوتي عندكم واحد الحل والحل هذايا اللي يخرجك يعني من الميزيريه يخرجك من الغرقه وشنو هو الحل هذا خوتي خدمه ما من المستحيلات يعني انت كيفاش ما تشدير داير اللجوء وما تعرفش اللغه ومن من هيه تلقى خدمه من المستحيلات ممكن تلقاه في النوار بصح راك في الريسك لانه في المانيا لو كان يحكموك تخدم في النوار عندك غرامه تخلصها حتى 5000 اورو تلحق حتى ل 5000 اورو دبر راسك تخلصها فهمتوه يعني فيها شويه ريسك صح مشي آه ماشي سهله المهم خوتي آه كي تحفظ كما قلت لكم هنايا كيتعلم شويه كلمات تقدر دبر ما داما مراه تتزوج المراه هي الحل يكذب عليك الكاذب ونتحدى اي واحد في المانيا هنايا بكري كانوا يديروا الخ... بكري كانوا يخدموا الكوارت بلا مراه بلا زواج يخدموهم أه حتى الان الان مازالها واحد الحاله ماشي في المانيا في بعض المدن واحد الحاله كاين اللي كيما نقولوا أه عندهم كاين اللي مراض عندهم مراض يعطوا لهم اقامه فهمتوا خوتي واحد اللي مريض بالاثبات بالطبيب وبالمحامي يعطوا له اقامه بلا ما يتزوج كاين بكري كانوا يخدموا خمس سنين بالمحامي لانه تخدم وتخلص الضرائب يعطوا اقامه لازم بالمحامي المحامي خارج يعونك يعاونك واحد البيرو يعطوا له اوسلاندا بهورده مخصص هذا البيرو مخصص بالمهاجرين دائما يعرقلوا لك دائما يذكروا في الاجانب هكذا بالمحامي ثالث آه حاجه قلت لكم هي الى عندك حرب وكاين حال حاله حاله واحده اخرى الى انت عندك مشاكل سياسيه في البلاد بالاثباتات يعني ماشي لهم هكذا بالكلام ما يقبلوكش بالكلام بالاثباتات هذو هما الحالات الى ما عندكش هذه الحالات عندك حل واحد هو تاع الزواج اللي خلقه ربي سبحانه على كل حال خلق الزواج والزواج هذا يا ربي كاتبه مع هندية ولا صينية ولا ألمانية ولا المهم ربي كتب لك الزوجة تاعك مين تروح هذيك هي أخوتي هذي والزوجة هذه لازم تكون تعرف تهدر اللغة يعني كلمات بالألمانية راح يعاونوك باش تتقنع هذيك الطفلة هذيك باش هي تحبك ولا تعلق بيك ولا هذه هذا هو الزواج يعني تجي سبا وانت اللي تزوج وانت اللي تسبب له ماشي راقد وتجيك لعندك للدار هذه ما منها لازم تتبوجي تخرج آه، لازم ما تحشمش واحد اللي يدبر مرة في المانيا ما يحشمش يكون عنده كركاسه آه، كركاسه خامجه هكذا لانه لو كان تحشم هنايا راح تطفر فيك نتايا ما دير والو هذه كما نقولوا اسباب تتسبب وربي يعينك وربي يكتبها لك ربي ما يقول لك روح رقد نهار كامل والخدمه تجي لعندك جامي هذه كاع ما كاش منها خاوتي تحركوا ترزقوا هذه لازم تنوض الصباح تنافيكي تدبر في الويكاند آه صديقو بو كيفاش آه لك اوكازيون مع مراك وتشوفو مازالنا هنا في الغابه مازال ما حبش تخلص وزي تانيك تمشي منا منا ما تخلاش آه رايحه قاع جبال جبال وغابات ومن تانيك هذا وين جيت منه فهمتوا خوتي هذه آه هي يعني آه كما نقولوا آه الحل الوحيد اللي باش تخدم الوثائق في المانيا الواحد حراق اللي يدخل غير قانوني من اي دوله سبيسيال فيديو تاع اليوم حراك يعني ان شاء الله تكونوا استفدتوا هذا ما كان من التجربه هذه يا وكاين حاجه خوتي قبل ما نختموا والله العظيم الدنيا هذه مكاتب اقسم بالله كيما قلت لكم فهمتكم انا اقسم بالله ما عمري ما نويت في حياتي باش ندخل نعيش في المانيا وراني دوكا راني في عشر سنين غربه وعندي بنتي زادت هنايا وعائله وكل شيء جامي جامي كي كنت في البلاد جامي خممت نعيش في المانيا صدق او لا تصدق وهذه من عند ربي سبحانه اللي كتبها الناس تدخل هنا تريح خمس سنين يعودوا يخرجوا كاين اللي يدخل هنا يريح شهر تمتم يدبر تمتم ينافيكي تمتم ربي يرزقه الدنيا هذه مكاتب والرزق والله العظيم يا خوتي صدقوني شوف ربي هو اللي كتب لك وشنو كاينه حاجه كي ربي يفرج عليك ما تنساش خيره فهمتو الغربة هذه واحد يصلي ربي يضعف لك الحسنات كي تصوم رمضان هنا يا ربي يضعف لك الحسنات لأنه راك ماشي في بلادك وبعيد على أهلك وراك تسوفري وراك كيما نقولوا اه تتصاكري فيه باش تشد في دينك وتشد في اه في, 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 صلاتك ورمضانك و اه ربي كيما فرج عليك أنت ما تنساش الناس بزاف تجي هنا يتجهلو كاين اللي كان يصلي في البلاد يجي لهنايا يولي ما يصليش كاين اللي ما كانش يصلي في البلاد يجي لهنايا ويولي ويتوب ويولي يصلي كل واحد وحالته انا اقولكم حاجه خوتي ما دام ربي فرج عليك ولا ما فرجش عليك ما تنساش خيره علاش لانه الحل راه بيد ربي سبحانه وكل شيء بالمكتوب صدق او لا تصدق هذه هي خوتي ربي يوفق زوا ان شاء الله ان شاء الله تكونوا فهمتوا الميساج هذايا آه ما كاش اللي بات برا خوتي اقسم بالله ما كاين بات برا لي بات برا في المانيا غير اللي هو حب يتشرد هذيك هذيك حاجة واحده اخرى مهنة في المانيا تم تم يجو عندك الدوله يسقسيوك واش رالك واش كاين مشاكل عندك مشاكل ما عندكش مشاكل أك حاب تبات برا ريح برا فهمتوا خوتي المهم هلا في روحتيكم ملي دخلت المانيا عمري ما بت برا الحمد لله بت في لاكار كي دخلت من نمسا الألمانيا لحقت على 12 تاع الليل لازم نريح في الاقار هذه حاجه باينه بصح باش نبات يوميا مع عمري ما بتبرى انا في المانيا اقسم بالله اللي هو واحد جامي بتبرى بت ف... ف... فوسمو ف... ف... في صربيا في صربيا بتبرى صح صربيا حرقار في الحدود ومن ما كاش لا غالب بصح كي تدخل البلاد هذه ما تباتش برا يا خويا السلام عليكم تهلا في راحتكم بزاف بزاف طولت عليكم بزاف نتلاقاو في فيديو ان شاء الله وراني نجيكم معلومات بزاف مفيده تابعونا تاني في الانستغرام اللي هو عبد العزيز دويتش وربي يجيب الخير وربي فوق الزوابله وين ما كانوا السلام عليكم